طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بي ام هاوس. والنهاردة يوم المراجعة وأسئلة على السكيدول، ومعانا الشباب عاملين أيوة تمام شير للأسئلة. السؤال رقم 2، في مشكلة عندك يا فتحي؟ طب ممكن لو سمحتوا كل واحد يبص على السؤال كده ويقراه وبعدين نتناقش فيه. سؤال سهل يا فتحي، نشوف الإجابات كده عندكم. يلا يا شباب الإجابات في الشات بقى. اتنين سي، mandatory dependency. أحمد جابر سي، mandatory dependency. mandatory او hard logic ده كلام سليم، انا موافق معاكم طبعا. mandatory او hard logic، ايوه تمام يا احمد خالد، هو العلاقه اللي ما بين نشاطين، نشاط اللاحق يعتمد ولا يستطيع ان يبدا الا اذا انتهى النشاط السابق، وهو ده اللي قاله هنا. must be completed، تمام بالظبط كده، must be completed before manufacturing can begin، تمام. طيب ايه الاسئله الثانيه اللي عندك يا فتحي؟ من 12 14 و15 ده. طيب تمام، ندي فرصه برضو للشباب يقروا السؤال كده وبعدين يحطوا الاجابات بتاعتهم. مهندس احمد جابر بيقول السؤال رقم 4، ومهندس سليمان بيقول السؤال رقم 5. طب خلينا ما دام جينا 14 نحله وبعد كده نرجع ل 4 و 5 شباب. يلا عندنا احمد خالد وائل سليمان قالوا سي. ليه سي؟ ليه مش ايه؟ ليه اخترتوا سي مش ايه يا شباب؟ يعني اول ما يبقى عندي اكسترا ريسورس كده اروح لفلوس زياده. If the project network diagram cannot change، هو ده السبب، مش موضوع ان اللي have extra personal resource، لان النتورك diagram cannot change but you have extra personal resource. لان المفروض ان انت لما تجاوب سؤال زي كده تبقى فاهم ان الفاست تراك هو الفيرست اوبشن للسؤال اللي تعمل بيه كومبريشن للسكيدول. لكن هنا هو بيقول if the project network diagram cannot change، وادالك الالترناتيف but have personal extra personal resource، يبقى في الحاله دي هتروح للكاش. يبقى انت تاخد بالك مش ان هو مجرد رامي لك الاكسترا ريسورس يبقى ساعتها تقول كراش على طول، لا، لانه ممكن يرمي لك اكسترا ريسورس لكن ما يجيبلكش سيره ان النتورك دايجرام كانوت تشينج. ماشي يا شباب؟ طيب هو السؤال 14 ده اجابته فعلا سي يا محمد؟ سي. بس سي علشان السبب اللي انا قلته ده. ممكن نروح نشوف اجابته كده يا محمد؟ ريتا كاتبه ايه؟
واضح ولا مش واضح؟ واضح كده اهو. كده واضح. ليفلنج ايه ده؟ هو ده ليفلنج ايه ومونت كارلو ايه؟ to compress the schedule you could either crash or fast track. However, the situation said the network diagram cannot change. شايف؟ المفروض ان انت لما تيجي تختار تختار فاست تراك الاول، لكن طالما قال لك ان النتورك ديجرام كانوت تشينج علشان وعندك كمان اكسترا ريسورس عشان كده روح نختار. فتخلي بالك. ماشي، نشوف بقى الأسئلة اللي قالوا عليها الشباب 4 و6 و9 و19 والحاجات دي كلها. يلا يا أبو حميد افتح. ده 4. ده 4 5. ده 4 ولا هم عايزين 4؟ ايوه هو 4. انا بس بيوصل عندي متأخر شوية. وصل؟ هنا الـ 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 السؤال ده سؤال لغة يعني. وائل قال دي، واضح ان وائل عارف اجابة السؤال. ممكن تقول لنا دي ليه يا وائل لو سمحت؟ مكتوب بالنص كده فريتا ان الهيرستيك بيست ديسكرايب از جنرالي اكسبتد رول. طب وايه برضه الشرح بتاعتها؟ وايه علاقة الهيرستيك بالسكيدول؟ هل تقصد بيها الساينز يعني اللي بتحصل لما يكون السكيدول هيتأخر فتقدر تكشف عن هذا التأخير؟ اشرح لنا وائل لو سمحت طالما انت قاري الإجابة وقاري السؤال. ممكن تفك الميكروفون وتتكلم يا وائل؟ ايوه السلام عليكم يا باشمهندس. ايوه عليكم السلام، اتفضل يا وائل. انا لسه كنت قاريها فريتا لان حتى انا يعني حليتها غلط وبعدين جبتها فريتا فكاتبين بالنص. انا حتى فتحها لو بس المهندس فتح يجيب صفحه 246 هيلاقيها في وشه مكتوبه بالنص ان هي الجنرالي اكسبتد رول or best practice، والاكزامبل بتاعها اللي هي 80 part 20 rule schedule heuristic might be design work as always 15% of the total project length the result of parametric estimation can become heuristic. مكتوبه بالنص لو بس هو يجيب 206 صفحه 246 هيلاقيها مكتوبه في اخر الصفحه. تمام، فهي البيست براكتس يعني بيعتبرها جنرال بيست براكتس يعني. ده اللي انا فهمته من ريتا 246. لا يكتبها فوق 246، هي صفحه بالظبط 246 يا فاتح 232 فيكتب فوق 246 بس اهي بالظبط يعني. تمام، ده اللي انت قريته بالظبط. بس لما فتح الصفحه قدامنا لسه حالي الاسئله دي النهارده الظهر يعني فلسه فاكر الموضوع كويس. ده قديم قوي السؤال ده على فكره، من زمان، بس انا اعتقد ان الهيرستيك تول ده شالوه من البيمبوك من فيرجن 5، مش عارف ليه انا ما يعني مش فاكره خالص ان انا قريته في الكتاب. لكن على كل حال احنا اتفقنا ان الامتحان طبعا ما بيجيش فقط من الكتاب. تمام،
It's a 20 rule. Okay. نشوف السؤال كده اللي بعد كده. ستة. لا بعد إذنك يا باشمهندس السؤال خمسة. خمسة. طيب. Lag means waiting time. ده ما فيهوش حاجة ده. ده احنا حلينه مع بعض. احنا ما حلناش الأسئلة بتاعتنا. صح. احنا السؤال ده عندنا في اللاج ايه هو وائل؟ waiting time الانتظار اللي احنا بيأخر بيعمل delay ما بين two activities. زي المثال اللي قلت لكم في المحاضرة ان انت لو انت بتصب خرسانة وبعدين عايز تعمل باك فيل بعديها فممكن تستنى يومين ثلاثة اما تنشف فهو ده معنى اللاج. انا بس اتلخبطت معايا ما بين اللاج والفلوت. لا هنا لاج مش فلوت طبعا ليك حق. تمام بس ايه يا باشمهندس هتبقى اللي هي التوتال فلوت وبي اللي هي الاماونت اوف تايم اكتيفيتي كان ديلي وذاوت ديلينج ذا بروجكت فينيش ديت ده توتال فلوت والاماونت اوف تايم اكتيفيتي كان ديلي وذاوت ديلينج ذا ايرلي ستارت ديت اوف اتس سكسيسور ده الفري فلوت. صح كده تمام اللي هو الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت او الليت فينيش ناقص الايرلي فينيش. تتكلم على ايه؟ تتكلم على الفلوت كده. التوتال فلوت التوتال فلوت تمام انما الفري فلوت هو عباره عن الايرلي ستارت بتاع السكسيسور اكتيفيتي تطرح منه الايرلي فينش بتاع البريديسيسور اكتيفيتي تطلع للبريديسيسور اكتيفيتي قد ايه الفري فلوت. معايا؟ تمام مش مستني. تسلم. تمام نشوف بقى سؤال نمره 6 عشان هم الشباب احمد جابر كان كاتب 6 و9 و19 و20. شوف ستة كده. طويل شوي. ماشي. She needs to report on the longest time the project will take. Which of the following is the best project management tool to use to determine? عشان تعرف the longest time أني واحدة فيهم WBS ولا Network ولا Bar Chart ولا Project Charter. يا شباب الإجابات إيه؟ برضه ده سؤال لطيف وسهل يعني. في حد يتكلم من حيدر كان بيقول انا كمان فهمت السؤال لازم موجود في فصل الجدول انا عملت بحث على الكلمه في كتاب بيمبوك وما لقيت ليها اي شرح. هي كانت موجوده قبل كده. صح يا حيدر هي كانت موجوده في بيمبوك القديم خالص 1 و2 و3 وشالوها او انا ما شفتهاش يعني. طيب انتوا بتقولوا دلوقتي في حد جاوب اجابه جديده ولا دي الاجابه القديمه 7 31 يبقى معنى كده حد جاوب اجابه جديده بي نتورك دايجرام. صح. واحمد خالد قال بي وقال سليمان بي وفتحي بي كله بي. صح هو يا بي طبعا النتورك دايجرام سي بار تشارت. البار تشارت يا احمد جابر انا عرفت ليه انت اتلخبطت يا احمد جابر. انت بلانر بتشتغل على سوفت وير فيعني بتشوف الكلام ده على البار تشارت بس ثيوريتيكالي. ايوه ثيوريتيكالي واكاديميك زي ما وائل سليمان قال لك كده البار تشارت فور ذا بروجرس not for the dependencies انما احنا بنشوفها على الـ على الـ على السوفت وير ده فيتشر للسوفت وير بتشيله وتحط هو اوتبوت تول مع النتورك دايجرام ومع المايلستون از ا بروجكت يعني سكيدول. صح تمام يا جابر احمد جابر تمام يا فندم بس هي هو يعني اجابه السؤال ثيوريتيكال لكن هو فعليا مش صح لان انا لو برنامج عندي 2000 نشاط مش هقدر اشوفه على النتورك دايجرام ولا هتشوفه على البار تشارت. لا هقدر اشوفه على البار تشارت واقدر اطلع اشوف اللونجست بس اطلع الكريتيكال افلتر عليها يطلع بالتولز عندي هيبقى اسهل من كل ده تقدر تعمله على النتورك دايجرام وتشوفه احمر وتفلتر عليه وتقسمه حتت اللي بتشوفه في البار تشارت وبتشوفه في النتورك دايجرام لكن هو ما بيسالكش على الشوف هو بيسالك على الفانكشن الرئيسيه لكل تول من التولز دي. النتورك دايجرام الفانكشن الرئيسيه بتاعتها انك تعرف الديبندنسز
البار تشارت الفانكشن الرئيسية بتاعتها ان انت تعرف البروجرس. المايلستون الفانكشن الرئيسية بتاعتها تعمل ريبورت للمانجمنت. يعني الاستخدامات اللي في الحالة في الـ في الـ في الـ في السوفت وير حاجة, وان يكون عندك فانكشن رئيسية لكل واحدة من دول. لكن انت عندك حق طبعا, انت ممكن تشوف الكلام ده على البار تشارت بس واسهل اسهل كمان اشوفه اسهل ماشي, بس ده سوفت وير فيتشر, ده سوفت وير فيتشر. لكن لو انت هم ما بيشتغلوش بشوت وير, هم بيتكلموا في البوك على انك شغال مانوال, واخد بالك؟ فانت لو شغال مانوال مش هتعمل لينك ما بين الاكتيفيتي وبعضها في البار تشارت, هتعملها مع النتورك دياجرام علشان ده الفانكشن الرئيسيه لي. تمام طيب. اعرف دماغهم. يعني بص انا عارف ان انت يعني مقتنع بعكس كده عشان انت بتعمل غير كده, انا معاك والله معاك, والسؤال ده وقف معايا شويه برضو وانا بذاكر وقلت ازاي والناس ديت واحنا ليه بنشتغل مانوال اساسا, احنا المفروض نشتغل بالسوفت وير. لكن هو ده واقع الحال, ده تفكيرهم ودي طريقته, فاعرفوا يعني هو كل اداه من دول ليها فانكشن رئيسيه حطينا بشكل اكاديمي مش بشكل بيست براكتس. يعني انا ما عملت دبلومه اداره المشروعات في هندسه عين شمس في سنه 2002 كانوا بيتكلموا نفس الكلام, فعشان كده عرفت ان ده شكل اكاديمي مش شكل. طيب تمام كلام منطقي. كويس اعتقد انا موافق معاك على الاجابه. كده مفيش صدى صوت ولا حاجه حضر مظبوط. خلاص انا بس عشان كان طلع ودخلت. اتفضل ايه السؤال اللي بعد كده يا جماعه؟ هو معلش السؤال رقم 9, هي الجزئيه دي موجوده في السكيدول ولا لسه ما خدناهاش؟ السؤال رقم 9 احنا لا دي ولا خدناها ولا موجوده في هي موجوده في سكيدول مع بيرت كالكوليشن, خدناها مع بيرت كالكوليشن لكن بالطريقه دي. والسؤال دوت انت بتستنتجها بقى, مش احنا خدنا في بيرت كالكوليشن ان انت بتحسب المين وبعد كده الستاندرد ديفيشن هي عباره عن قد ايه بتقدر ان انت تنحرف عن المين, وكل الطريقه ديت بتحسب بيها تعمل بيها استيميشن لما يكون في ريسك على الاكتيفيتي. يعني انت بتستنتج استنتاج فقط, يعني مستنتج فقط. طيب ماشي فنش. وده برضو من فوائد ان انت تحل اسئلة يعني. شكرا ليك. شوف السؤال اللي بعده. انا الكمبيوتر بتاعي لسه عامل له ابجريد للسيستم فمعكوك عكه محترمه معلش. يعني ده السؤال 12 يا جماعه اللي انتوا عايزينه ولا ايه؟ 12 ولا 19؟ حد يقول لي.
Perform resource optimization. If project time and cost are not important as the number of resources each month. عشان كده وائل راح لresource optimization سواء كان leveling أو كان smoothing. كلام معقول. هو السؤال من أول if project time and cost are not important as the number of resources used each month, which of the following is the best thing to do? تعمل fast track مالوش علاقة، هتعمل مونت كارلو ده what if scenario at analyze life cycle، هو هتعمل perform resource optimization لأن اللي يهمك هو عدد الريسورس. حد عنده أي إجابة تانية غير اللي قالها وائل 12 سي؟ هي 12 سي صح يا فتحي؟ اه صح، بس انا كنت حليت عشان كده كنت عايز افهم ليه مونت كارلو بتعمل بيها وات اف سيناريو سيميوليشن، فهيفيدك في ايه هنا في النمبر اوف ريسورس؟ انما اللي يفيدك في نمبر اوف ريسورس ان انت تعمل حسن استخدام للريسورس وتبقى عندك كونستنت نمبر ويبقوا شغالين طول الوقت، هو ده الاوبتمايزيشن. لو كان عملت سموثينج استخدمت الفري فلوت والتوتال فلوت يمكن يحل المشكله لو عندك اوفر ريسورس، لو ما عندكش حل ليها وكان في ريسورس معينه زي السؤال اللي احنا شفناه قبل كده معاك انت شخصيا بعتوه لي انت على الواتساب، استخدمنا ريسورس ليفلنج لانه هياثر على الكريتيكال باس اللي انا لا مش على الواتساب على الماسنجر، وقلت لك ان الاجابه بتاعتها هي ريسورس ليفلنج علشان التاثير على الكريتيكال باس. تمام يا باشمهندس. تمام اوكي. في سؤال بقى رقم كام بعد كده؟ 19. 19 اه. طب نروح لسؤال 19. سؤال 19 During project planning you estimate the time needed for each activity and then total the estimate to create the project estimate. طب وانت ينفع برضه عشان سبحان مصطفى ان انت تحسب التايم اسمت لكل اكتيفيتي ما ان توتال يعني تجمعهم على بعض عشان تعرف البروجكت اسمت؟ هنا الشباب قالوا 19 بي. The team did not create the estimate and the network diagram was not used. ما عملوش اي حاجه، هو جه كل اللي عمله راح حاطط الاكتيفيتي، شاف كله اكتيفيتي بكام الوقت، لا عمل ديبندنسيز ولا عمل اي حاجه، وراح مجمع كل الاوقات على بعضها. انت فهمت السؤال دلوقتي يا محمد مصطفى ولا ايه؟ مالك حق. هو حته each activity and then total the estimate دي يعني ممكن تكونش مفهومه. هو بيقول لك ان انت عندك الانشطه كلها عملت لها استيميشن، شفت كده needed for each activity كام، وبعد كده رحت مجمع then total، بعد كده جمعت الاسمت to create البروجكت اسمت date. فطبعا ده ما ينفعش، ده بقى طويل جدا خلاص. فالاجابه اللي قالوها الشباب الاختيار الاولاني بيقول لك the team did not create estimate وان الاستيميتنج تيكس تو لونج يوزنج ذس ذات ميثود. طبعا ده كلام فاضي، لا فيش حاجه دي مش طريقه اصلا. انما الاجابه بيقول ذا تيم ديد نوت كرييت ذا استيميت
and the network diagram was not used. يعني في غلطة كبيرة هنا إن حضرتك اللي عملت كل حاجة. You estimate the time needed to for each activity and then جمعت. فعشان كده بقول لك إن في غلطة اللي هي ماشية في الإجابة A و B إن التيم أساساً did not create the اسم. المفروض إن التيم هو اللي create الاسم. والغلطة الثانية إن ما فيش network was not the network was not used. يعني ما كانش فيه علاقات و dependencies. وهي دي أقرب إجابة لأن السي بيقول the estimate is too long. ماشي هي هتطلع too long بس مش هي دي and should be created by management. لا طبعا الاسمت ما يتعملش by management, بتعمل by team and the activity. الإجابة الأخيرة the project estimate should be the same as the customer required completion date. لا مفيش كده, مين قال كده؟ إنما هو بيسأل what is wrong with this scenario. الغلط في هذا السيناريو إن حضرتك أنت اللي عملت الاستيميشن لوحدك من غير التيم وإنك ما استخدمتش نتورك دياجرام وجمعتهم على بعض. خد بالك؟ تمام كده يا محمد مصطفى؟ اه صح عندك حق. طيب نشوف السؤال اللي بعده يا جماعة. ايه لنفس المشكلة؟ فهمتش اللي هما رقم كام؟ ايه اللي مش مفهوم لسؤال ولا جواب؟ اللي هو رقم كام؟ 21. طب نشوف 21 و20 كده, ارفع فوق بقى عشان نشوف 20 يا باشمهندس محمد فتحي. جونس محمد عشرين عشرين الأول. أنت بتقول 21 و30, أنا مش قاري كويس. ده 21 و30 دول ولا 20؟ أيوة و30. خلاص يبقى احنا خلينا في 21. ماشي هيرستيك تاني يا ارت بروجكت مانجر مثلا كذا. ماشي اقروا كده معايا يا شباب ونشوف ايه الاجابه. واحد وعشرين بي discretionary اختياري. soft logic. ليه soft logic؟ your data architect suggests that the quality could be improved if the data model is approved by senior manager before moving on the other design element. محمد مصطفى جاوب mandatory لقى ان في حاجة مش هتتعمل الا ما يتعمل حاجة قبلها approved.
They support this suggestion with an article from a leading software development journal, which of the following best described. وأنا ممكن أتغش زيك يا محمد مصطفى برضو لو هي الإجابة discretionary. أنا كمان ممكن أشوف زيك إن your data architect suggests that quality could be improved. يعني ممكن يتعمل improved بس لو the data model is approved by senior management. وكل ده before moving on the other design element. أنا برضو شايف إن هي mandatory. لا بس هي مش external dependency. هي ممكن تكون مانداتري بس مش اكسترنال. لا استنى, هو اكسترنال عشان في حد من بره يعني. While working with the project team at developed network diagram, your data architect suggests the quality could be improved if the data model is approved by senior management before moving to the other design element. طب ايه الاجابه يا جماعه؟ ايه الاجابه اللي طلعت؟ الإجابة طلعت B discretionary external dependencies. الله طب نروح نشوف هي كاتبة ليه B. أنا شايف إن هي حاجات هتتعمل بس معتمدة على بعضها. أنا فهمتها كده برضو زيك يا مصطفى عشان suggestion يعني. صح يا حيدر, ممكن يكون كلمة suggestion دي هي اللي عاملة هذا الكلام. طب نشوف هو السؤال كان رقم كام. B هو ده. Heuristic is a general rule that can be used consistently. This situation is a unique occurrence of كذا being suggested, dependent, or often described with term either maternal and either internal. The input in this scenario is discretionary as it is suggestion. آه ماشي, بس هو يغش بصراحة وأنا شخصيا اتلخبطت فيه. أنا اعتبرت إنها مش suggestion وأنا اعتبرت إن هي مش هتتعمل إلا لما تاخد الأبروفال, فعلشان كده هي مانداتري. طيب على كل حال نبقى ناخد بالنا من حكاية suggestion دي. ليه؟ ما هو إجابة ريتا بتقول لك إن هي مجرد إن هي الإنبوت ده في السيناريو اختياري علشان هو suggestion في السطر قبل الأخير أهو. As it is a suggestion زي ما قال المهندس حيد, هو ده السبب انها اعتبرت انه بدام suggestion اقتراح يبقى الموضوع مش mandatory, ده discretionary على حسب ما انت اختياري. بالظبط كده, الاقتراح اختياري. could be برضو كلها حاجات اختيارية مش مؤكدة زي ما قال جابر برضو. حلو اوكي, كان ايه السؤال اللي بعد كده يا شباب؟ الفكره في الاقتراح ان هي بدام اقتراح يبقى معنى كده ان الاعتماديه مش اعتماديه, ممكن مش اعتماديه اجباريه, هو كله اعتماديه لكن هنا اعتماديه اختياريه. هو دي الفكره, فكره ان هو اقتراح اصبحت الاعتماديه هنا اختياريه, ممكن تتعمل او ما تتعملش, انما الاجباريه او الهارد لوجيك ان الاعتماديه اجباريه لازم تتعمل, ما ينفعش الا تتعمل, فما بقاش اقتراحات. فهمتني يا محمد؟ طيب تمام, احنا قلنا السؤال بعد كده رقم كام؟ 30 باين. سؤال رقم 30 أعتقد أن السؤال دوت واضح يعني. Average labor hour من الـ past similar project من الـ learning curve to develop a prototype. ليه بتستهبل ليه؟ طب سمعنا صوتك بقى, انت عايز تقول ان هو analogous مش كده؟ شفت انا فهمتك. لا ما هوش historical وما هوش تناظري,
هو كتبت labor hour، بدام labor hour بستخدمت parametric اللي هو دولار بير موديول. ايوه هي equation وبتعتمد على learning curve. learning curve اللي هو past experience، انما لو past experience بس بدون استخدام الموديول اللي هو labor hour يبقى ساعتها نقدر نقول ان هو analysis تناظري. تمام يا حيدر؟ تمام يا مصطفى؟ طيب ايه السؤال اللي بعد كده يا جماعة؟ في اسئلة؟ السؤال رقم كام بعد كده؟ سؤال 37 مهندس احمد جابر. هو مهندس احمد جابر بيقول حاجة على 21 تاني؟ صحيح احمد جابر بيقول 26. طب نشوف 37 الاول بعدين نرجع 26 بدل ما انت جبت 37. فين السؤال؟ as a project work has progress many of identified risk have occurred and have successfully mitigated however three contingency plan have been adjusted and will be implemented if identified risk occur during the remainder of the project. ايه ده سؤال risk ده ولا ايه؟ change the schedule baseline wait until make sure the project charter is valid. لا ليه؟ طيب ليه حيدر ال project charter؟ سليمان بي ليه كلمته على project charter؟ عشان ايه؟ higher priority project لأن في تغييرات كتيرة بالمشروع بس بنسبة قد ايه؟ وهو دي الإجابة اللي هي كتبتها وهو ده السبب. قالت لأن في تغيير كتير في السكوب. أيوة بس ما قالش ايه النسبة. هو عادة لما بيكون التغيير فوق 25% ريتا بتقول انه لازم يبقى فيه كونتراكت جديد. بس هنا ما قالتش كونتراكت جديد، يعني هنا تقول البروجكت شارتر لازم نرجعها ونشوف نتيجه التغيير ده. لارج نمبر. طيب تمام. تراجع الاوبجيكتيف يعني. اوكي. طيب. في اسئله ثانيه يا شباب؟ طيب هي في حد عنده اجابات تاني للسؤال؟ weighted average. weighted average بس هو بيقول لك which type of mathematical analysis. هو ما تنفعش لا كريتيكال باس ولا تنفع مونت كارلو ولا تنفع ريسورس كده. تمام يعني مفيش الا بيتا ديستريبيوشن بس هي دي بس اناليسيس. ما هي ما مرتش عليا بيتا ديستريبيوشن فما بقتش عارف اختار فيه. لا مرت علينا واحنا بنتكلم على البيرتيكال كوليشن قلنا ان احنا الاول بنطلع بيتا ديستريبيوشن بعد كده بناخدها نحطها المعلومات ونكترها تحت النورمال ديستريبيوشن. هتلاقيها موجودة في الماتيريال بتاعتنا البيتا ديستريبيوشن والنورمال ديستريبيوشن. تمام تمام اوكي. ايه السؤال اللي بعده؟ في الخمسة وفي الماتيريال بتاعت بي ام هاوس. ايه السؤال اللي بعده يا شباب؟
he discover he die the time need to complete long. اللي بيجاوبوا دي دول على 18 مش كده؟ احمد جابر ومصطفى يس 18. هتشوف لك حل في سكيدول كومبريشن وتطلع تبريزنت المانجمنت لريكومندد اوبشن. في ناس بتروح لكات برودكت سكوب على فكره، بس طبعا هو الاحسن ان انت تحاول تعمل سكيدول كومبريشن عشان تقلل من البروجكت لونج تايم. تمام. اوكي، ايه السؤال اللي بعده يا جماعه؟ اعتقد كده احنا غطينا الاسئله كلها. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر النهارده من الاسئله، وان شاء الله يوم السبت هيبقى عندنا موضوع الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت هنتكلم فيه يوم السبت، ونتكلم على الارنت فاليو، وهنبدا برضو 6 وربع باذن الله. عندك سؤال 28؟ ماشي. بعد ما خدت ما عملت الاكتيفيتي ديوريشن استيميت المفروض تعمل ايه؟ كانها بتسالك عن نيكست ستيب. كريت اكتيفيتي ليست اكتيفيتي ديوريشن استيميت هاف بين ريسيفد. طب يبقى الليست اتعملت. بيجين ذا دبليو اس ستراكشر، امال هو جاب الاكتيفيتي ليست منين؟ كومبريس سكيدول ولا فاينلايز سكيدول؟ طب ليه هو راح لكومبريس مش فاينلايز؟ هو طبعا مش فاينلايز لسه، بعد الاكتيفيتي ديوريشن استيميت ربما يكون في الريسورس استيميت. لكن هو بيقول a new product development project has 4 level in the work plan structure and has sequencing uses. عمل sequence وعمل كل حاجة، فالمفروض انه قبل ما يفينلايز انه يكمبريس. طب مين قال انه هو محتاج كومبريس؟ عشان هي one of the tooling technique. السؤال ده رخم، سيبك منه. طب تعال نشوف اجابته هي كاتبة ايه. هتلاقيها كاتبة ان انت المفروض تعمل كومبريس. طب افرض كده مش محتاج كومبريس، وبعدين هي ما قالتش في السؤال ده ان هو محتاج كومبريس. هو وان اوف ذا تولنت تكنيك، ومش لازم يتعمل في كل مره. هي احيانا بتهيس كده، اما نشوف الاجابه بتاعتها يمكن نقتنع. لا، هو ممكن يكون في داعي لو انت في الاول وطلع معاك ان هو زياده عن المده اللي موجوده في التشارتر يا محمد، لكن هي ما جابتش اي سيره خالص فينا ان انت في داعي ليه. Asking what is done after estimate activity duration process. The work of the structure كذا. Estimate activity duration done before. طب ماشي. The schedule is not finalized until after. لا ما ليه هي بتقول ان schedule ما يبقاش finalized لغايه ما نعمل schedule compression؟ مين اللي قال كده؟ لا، السؤال ده سيبك من ده، احنا بلانر بقى. الضغط لما يكون مش فيه تأخير يا محمد، بس الضغط يكون لما وانت بتعمل بلان، وانت بتعمل بلان ممكن تحتاج الضغط، لان لقيت البلان بتاعتك اطول من اللي مطلوب في التشارت. معايا محمد ابو مصطفى؟ ولذلك الكومبريشن وان اوف ذا تولنج تكنيك للبروسيس اللي هي ديفلوب بروجكت سكيدول، بس مش بس للكنترول، هي موجوده للاثنين. ولا انا مقتنع بالكلام ده. مين قال انه لازم نعمل سكيدول كومبريشن؟ وبعدين هي عماله تتكلم على بروسيس بروسيس بروسيس، وبعدين راح مدخله سكيدول كومبريشن اللي هي تول تكنيك كانها بروسيس. انساها. الضغط لما تحتاج بالظبط كده، مش شرط. طيب تمام، شكرا على السؤال ده يا محمد. حسب الشرح بتاعها هي، لكن قالها حسب الشرح بتاع البيمبوك كده يا حيدر. انت قريت الشرح بتاع
ريتا بحسب الشرح بتاع ريتا الضغط اساسي قبل اجمال الجدول. طب تضغطوا ليه اذا كان الجدول طالع بتاعك مظبوط مثلا؟ لا انا هستاذنكم بقى محمد وهنقفل النهارده كده لان عندي حاجه كده قبل المحاضره التانيه. اوكي.